لاحظوا الزاوية 60 البقعة كبيرة على هذا الارتفاع. على نفس الارتفاع خلينا نشوف الزاوية 10 قطت بقعة صغيرة. فإذا الزوايا الصغيرة تعطي تركيز للإنارة، ممكن تستخدم الارتفاعات العالية، بينما الزوايا الكبيرة ممكن تفرش إنارة بطريقة أكبر. الفرق بين زاوية الضوء الصغيرة وزاوية الضوء الكبيرة، طبعا هي منحددها اما بالعدسة او بالعاكس، الهدف منها انه انا حدد بقعة الضوء. فاما بتكون بقعة الضوء صغيرة توصل لمسافات بعيدة كتير بس بتكون البقعة صغيرة، او بتكون البقعة كبيرة فبيفرش الضوء اكتر. الزوايا الصغيرة كتير بنستخدمها للإنارة مركزة، أحيانا بعض التطبيقات بنستخدمها للدبل هايت أو الارتفاعات العالية. طبعا حطيتها على لون تاني، لاحظوا هي الزاوية كبيرة وهي الزاوية صغيرة. الزاوية الصغيرة دائما بتمد لمسافات بعيدة مشان هيك بتناسب الدبل هايت، بينما الزوايا الكبيرة تفرش أكتر بس ما بتمتد لمسافات كبيرة.